يعني احنا نرجع مرة ثانية دائما يعني اكثر شيء شاغل بالنا هو الكورونا. انت شكيتي في يوم من الايام ان فيك كورونا صح؟ شكيت، رحت سويت مسحة. ايه هذا الشك او هذا الشعور، يعني انت كمؤثرة، نبي هذا الكلام يطلع من القلب الى القلب، كل الناس قامت تخاف من الكورونا، حتى لو تعطس اي لو تكح لو اي يكون اي انا كذي انت كذي ريهام كذي، اعتقد يعني الناس الطبيعية كلها كذي، فانت شكيتي طبيعي. وخفتي ورحتي سويتي المسحة، فهذا الشعور لا شلون ما الانسان خفت، يتغلب عليه؟ ما خفت. انا اقول لك ما يعني خوف ابدا، وانا نوعي ما فيني هذا هوس التعقيم وايد. ايه دائما امي علمتني على شيء، اللي يخاف من العفريت يطلع له. صحيح، انا ما ابي اخاف عشان لا يصير فيني الشيء هذا. تجذبينه. ايه لما ها في انش لا تجذبينه، يعني تفكرين فيه فتجذبين ايه المرض. ايه فما بي فشنو صار اللي سويته صالح؟ بكل بساطة شنو صار فيني؟ سخونة وخفت، ومثلي جتني لوعة ما أعرف، وكنت حزتها، كنت بمحل قاعدين يصممونه، فكنت مع العمال فخفت زيادة، فكنت طول الوقت على راسهم فخفت زيادة. فلما حسيت بهذه الأعراض، والله العظيم من غير لا ريلي قلت، حتى ما دقيت له تليفون. ما احب ان انا لما يصير فيني شيء اخوف اللي وياي، او اللي يعني ما عندي هذا الموضوع. فشنو قمت سويت؟ اخذت سيارتي، سالت سؤال بتويتر، قلت لهم وين يسوون مسحه؟ اوكي، رحت على طول مستشفى جابر، سويت المسحه، اعطوني ورقه لمده 14 يوم تقعدين في البيت لما نرد عليك مسج او خفتي تليفون. خفتي من هذه المسحه دانا؟ لا، الناس وايد لما يحطون صورتها يهولون بالموضوع، مبالغ ترى في هي الموضوع. مثل عود أذون طويل، وبس يعني يروح في منطقة الأنف وينشال بسرعة، ما تحسين فيه يعني مو لهالدرجة. جميل، كلش مو لهالدرجة، ما يخرب. يلا ما إن شاء الله ما فيك إلا العافية. لا لا لا، بعدين خلاص بعد يومين ردوا علي بمسج إن النتيجة سلبية. جميل، مو بوزيتيف يعني. الحمد أوكي لله.